ما خلوه يرميه معايا. شفت شو القصة؟ طيب اوكي، كان حابب يقول والله صح يسعدك، طيب شو هو بلش هيني، بدي اشوف جوجو سمير شو عم بيقول، بيقولوا كلمات مش اشوف شو والله عم بيقولوا لك كثير اشياء يا محمد، بس انه يعني عم بي تغريد حبيبتي بليز احكي كلامي لمحمد، بليز قولي له احنا بنحبك وبنموت فيك وبنعشق صوتك واحساسك واخلاقك، انت الاول في قلوبنا، فانزك من العراق، كمان من العراق، وانتم كمان الهواء قلوبي، وشكرا كثير لكم، شكرا كثير كثير كثير. نغم رحمه، نغم رحمه هي اللي عم بتقول هيك. شكرا يا نغم، شكرا حبيبتي. اوكي هلا بنشوف كمان، يعني عن جد انه بعد كل هالحكي يعني هذا اللي عم بيصير، انه اشياء هاي عم بتخلي مسؤوليه كثير كبيره، انه اقدر استمر بالشكل المطلوب ان شاء الله، انه يا رب هلا كتير في ان شاء الله اعمال جاي ان شاء الله، بتمنى انه يحبوها، بتمنى انها تعجبهم، بتمنى اني اقدر ارضي كل الاذواق. في ناس بيحبوا مثلا اغانيهم او اعمل اغاني مثلا جبليه، بيحبوا مثلا جبل، في ناس بيحبوا الاغاني الرومانس على صوتي، فانا بتمنى من الله انه اقدر ارضي كل الاذواق، و يعني دائما وابدا بتمنى التوفيق من الله، وبتمنى انه الله يديم علي محبة الناس ورضا اهلي علي. نعم، يعني كمان حضورك بستار اكاديمي 7، يعني محمد انت لفتت كل المشاهدين باخلاقك، بحضورك، بصوتك المميز، يعني كله هيدا كان مكمل. ميليسا لينا بتقول مساء الخير حبيبي تغريد، امانه تسلمي لي على محمد رمضان واحكي له الله يوفقك يا رب، واغنيتك لازم روح كمان تحقق، يعني شو بتقول انه ان شاء الله من نجاح، انه تحقق نجاح كبير من نجاح لاخر يا رب، بنحبك حمودي، هذا حمودي. شكرا. هلا نشوف لارا شو بتقول، و من العراق، اوه شو عندك محبين من العراق، معقول؟ الحمد لله رب العالمين. محبوب العراق، يعني انا بتخيل لازم تروح على العراق يا كم. والله ان شاء الله في راح يكون عندي حفله في اربيل ان شاء الله قريبا، ان شاء الله يعني بشمال العراق، وان شاء الله انه انا لسه صراحه ما بعرف انت موعد، بس ان شاء الله قريبا يعني. واو، يعني انت بقولوا لك الاول في قلوب فانزك من العراق، يعني كمان احنا فانزك من العراق، بنحبك وكل شيء اهواك، بنذكر وعد الحردين. عم بقولوا هذه اسيل عباس بالاحرى. شكرا يا اسيل، شكرا. بتقول لك وعد الحردين، يعني انت عم توعد انك في عندك، قلت لي حفله باربيل، باربيل ان شاء الله، وشمال العراق، بشمال العراق. حلو ان شاء الله. امتى ان شاء الله؟ امتى؟ بصراحه لسه ما بعرف امتى الموعد، لانه برضو عندي راح يكون في حفلات ان شاء الله بامريكا بعد بدايه الصيف، فلسه ما بعرف امتى العراق راح يكون وقتها، بس ان شاء الله قريبا يعني ان شاء الله. نعم. من حي محمد، تحيه محمد من اعضاء الجروب الرسمي من شموخ اليمن. الله، ايوه اهلا اهلا. احكي لك، قل لهم كلمه، ناطرين منك يوم ما حكينا وشكرتهم، طبعا بدي اضل اشكرهم طول عمري، هدول ناسي يعني، هدول اصحابي واصدقائي والناس اللي صعب العيش بلاهم، ما بتخيل قد ايه هم بيعنوا لي بحياتي، ولهم دور كثير كبير بالمسيره اللي عم نمشي فيها يعني. نعم. فاكيد وجهكم تحيه كمان كثير كبيره، وشكرا كثير على كل الكلام الحلو عم بكتبوا لي اياه، يعني بحب اوصل بوسه وسلام لكل حدا عندي على الجروب، لكل الناس اللي بيحبوا محمد رمضان، سواء عندي على الجروب او لا طبعا، بس اكيد تحيه كثير كبير للجروب الرسمي اللي ابي. نعم. على فكره عم بيحاولوا يتصلوا من العراق مش عم يقدروا، عم بيقولوا لي شو الكود، 9972 الكود.
فيكن تحكونا على تسعة إن شاء الله بتأمل 972 الكود هون، فيكن 972 4601101. سامع؟ عم بيحاولوا يتصلوا من العراق مش عم بتعلق معهم. طب عيدين الرقم، يعني انا لو بدي اتصل مش حافظ الرقم هيك بسرعه. اوكي طب ليك شو رقمك نقوله شوي انا وانت؟ 9 يلا 9 7 7 2 2 4 4 6 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 شو تمام كتبته انت عندك محمد؟ انا لا لسه انا بدي احكي معكم كمان شوي، مش عامل يعني من العراق يا محبوب العراق، شو العراق يعني انه العراق بتصير عندنا هون. الحمد لله رب العالمين، اكيد ان شاء الله كمان تحيه كبيره لاهل العراق، وان شاء الله يا رب نشوف العراق واهل العراق بالف خير ان شاء الله. ان شاء الله يعني عن جد السنه الجايه يكون احلى من قبل معهم يا رب. نعم ان شاء الله يعني عن جد. طبعا ما بدي انسى انه بدي كل يدي لاهل السام، ان الله يا رب يبعد المحن عنهم، يفك المحن اللي هم فيها. الله يا رب يرحم كل الشهداء اللي راحوا ويحمي الشعب السوري يا رب. ان شاء الله يا رب. رح ناخذ اتصال جديد. الو الو ايوه تفضل، مين معي؟ معك امير. من وين يا امير؟ من المعصري. تفضل بس احكي مع محمد رمضان نجم ستار اكاديمي 7 الفنان الاردني. بدي اسلم عليه ومن اهل البلد. نعم. وبدي اطلب منه طلب يغني لنا غنوية للمطرب الكبير جورج وصوف. يلا حاضر باي باي باي. اهلا وسهلا فيك. شكرا يا امين. كمان في عم بتقول لي بنتك يا عراق، اكيد محمد محبوب العراق وإلنا الشرف انه بتحب شخص، بنحب شخص مثل محمد بنفديه بحياتنا. يا اوه بنفديه بحياتنا، انت سامع يا وي؟ طب شو بدي احكي لهم؟ شو كيف ضربت عليهم وانا شو بقول لهم؟ شو احكي حقيقه يعني عن جد، يعني عن جد عم تحرجوني عن جد. يعني بتمنى انه اكون عم باخذ منكم، عم بسمع منكم، اكون قده يعني، وان شاء الله اقدر يا رب دائما اسعدكم، وان شاء الله اقدر معي كل ايامكم افراح يا رب. ميليسا لينا من الجزائر كمان عم بتقول لك انه عن جد رح بتزورنا هون، واحنا رح بنكون اول الحاضرين، يعني رح تكون بالجزائر كمان؟ هلا بالجزائر لسه ما يعني، لا والله ما عندي حفلات هلا بالجزائر حاليا يعني. نعم. احتمال يكون في المغرب بس بالجزائر لا، يعني بيكون سهل يمكن اسهل عليهم انهم. اسيل عباس بتقول لك انه هي من الفانز، رمضان وعدتني تضيفني عندك ولحد هلا ما ضيفني ليش؟ لا يا الله يا الله، يعني شو هالمحبة الكبيرة يعني. أنا الحمد لله رب العالمين، أنا بعتذر منها كثير كثير كثير، و يعني لا وعد هلا إن شاء الله راح هلا إن شاء الله بنضبط كل أمورها إن شاء الله. لا لازم ضروري يا محمد، ما بصير يعني بالنهاية أنت بتعرف شو بصير، بصير يحكوا معي أنا. بليز قولي لمحمد هيك يعني إنه أنا اللي قادر أحكي معك، فبصير بتوجهوا لإلك وأنا ببطل ألحق يا زلمة. لا بدك تعمل شيء يا محمد. اوكي خلص ان شاء الله وعد. يلا خلينا نشوف نسال في اتصال يا فراس. اوكي 10 101. اما يلي حابب يحكينا من برات هالبلد اكيد 972 4 60 10 101. هيك سهل محمد؟ اسهل هيك؟ اسهل ايوه هيك افضل. انت حتفتى شيء؟ اكيد لا. لا صح شو قلبي. يلا شو بدك تسمعنا هلا؟ يلا نسمعكم شيء للفنان ابو وديع. ايوه هذا كان طلبه. تفضل. وانا يا ريت عنك خبا بفي الحور والكيل
يعرف حدا فينا. انت وانا يا ريت عنا كون.